لقد تحدثت المصادر التاريخية عن وجود إمارة بمنطقة الريف بين مدينتي الحسيمة الحالية والناظور، أسسها أمراء بني صالح منتصف القرن الثاني الهجري. إمارة النكور أصل الحسيمة وأسها الأول. تعتبر تاريخيا أول مدينة إسلامية ليس فقط في المغرب وإنما في الغرب الإسلامي برمته، بحيث هنا شيدت أول إمارة إسلامية في تاريخ المغرب. ونعلم أن هذه المنطقة دخلت الإسلام صلحا وليس علوة، بمعنى دخلت سلما، بحيث الأمراء الصالحيون الذين أثبت التاريخ والبحث العلمي المعاصر أنهم أمازيغ، يعني أبناء المنطقة، عكس ما سادت في السابق بأنهم نزلوا وجاءوا وقدموا من اليمن.